كيف نرضي الله. ترضي الله بالحب، وترضي الله بالتوبة، وترضي الله بالثقة، بالإيمان الذي يملأك بالفرح الداخلي. حتى لو وقف الله ضد رغباته، يقول العبارة الجميلة بتاعت السيدة العذراء: ليكن لي كقولك. ما تريد انت يا رب لا ما اريده انا، ما تفهمه انت لا ما افهمه انا. انا بكل اتضاع اصغي الى قول الكتاب، وعلى فهمك لا تعتمد. وانا ايه اللي فهمني؟ لأحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيه. عايز تعيش مع ربنا، عايز ترضي الله، انكر ذاتك، اتخلص من هذه الذات بالاتضاع. وإن ما انكرتش ذاتك مش ممكن أبدا تقدر ترضي ربنا. هي ذاتك دي المشكلة. جميل عبارة بولس: لأحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيه. أنا مين أنا يا رب اللي قاعد أتكلم واللي قاعد أفكر واللي قاعد أدبر واللي قاعد أشتغل؟ أنا مين أطلع؟ مين أنا أطلع؟ إيه شوية تراب ورماد؟ لا، أحيا لا أنا، أنكر ذاتي لأحيا فيه. انكر ذاتي دي يعني مش كلمة موجودة في القاموس، لا، انكر ذاتي يعني انكر افكاري وانكر شهواتي وانكر شخصيتي وانكر كرامتي وانكر قوتي وانكر فهمي، وتبقى انت. من وجد نفسه يضيعها، ومن أضاع نفسه من أجل يجدها. من أضاع نفسه، وهو أنا هضيع نفسي؟ دي الطريقة اللي تجدها بيها. يعني ايه تضيع نفسك لكي تجدها؟ تضيع نفسك الإنسانية دي وتجد نفس أخرى على صورة المسيح ومثاله. تضيع نفسك المتكبرة المتجبرة وتاخد نفس على شكل المسيح الوديع المتواضع القلب. تضيع نفسك الواثقة بذاتها لكي تأخذ نفسا واثقة بالله وليس بنفسها. تضيع هذه النفس المعتمدة على قدراتها لكي تجد نفسا اخرى معتمدة على عمل الله وعلى روحه القدوس وعلى نعمته. احيا لا انا بل المسيح يحيا في. عايز ترضى ربنا تمشي في الحكاية دي. طب وان مشيت في عكسها يبقى بترضي نفسك. يبقى انا عندي ثلاث حاجات احطهم قصادكم، وعلى الاقل اشطب واحدة منهم وبس. لازم دي تتشطب في الحالتين. ارضي الله، ارضي الناس، ارضي نفسي. لازم اشطب ارضي نفسي، اشطب ارضي نفسي وارضي الناس، وأشطب أرضي نفسي وأرضي الله. وفي إرضاء إلى الله وفي إرضاء للآخرين أتنازل عن إرضائي لنفسي
وتنازلك عن ارضائك في نفسك ده اسمه ايه في الروحيات واسمه ايه في لغة الكتاب؟ اسمه المتكئ الاخير. المتكئ الاخير ان انا احط نفسي اخر الكل، الله نمرة واحد، الناس نمرة اتنين، انا في المتكئ الاخير نمرة ثلاثة. يبقى يا رب عايز ادور على راحة الناس وعايز ادور على راحتك انت، وراحتي انا دي ما تسألش فيها ابدا. وبعدين لما ادور على راحة الناس وادور على راحة ربنا ابص الاقي شعرت براحة اخرى، شعرت براحة في اراحة الله وشعرت براحة في اراحة الناس، هي الراحة الروحية مش الراحة البشرية بتاع الزمان بتاعة الانسان المنطوي حول ذاته، لا، راحة من نوع اخر، راحة الانسان الذي يعلق ذاته على الصليب ويثمر كل ما فيه، وفيما هو على الصليب من اجل الله والناس يجد راحته في عبارة قد اكمل، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، والان مجدني انت ايها الاب عند ذاتك. ولا يمكن ان ترضي الله او ان ترضي الناس الا اذا صعدت على الصليب، مش ممكن. طول ما انت قاعد في راحتك ومبسوط وان فضيت تبقى تدور على الناس وان فضيت تبقى تدور على ربنا، يبقى لم تصعد على الصليب. تصعد على الصليب يعني تتعب من اجل ربنا، يعني تتعب من اجل الناس، تتعب من اجل ربنا، تتعب من اجل الناس. تقول يعني الحياة كلها تعب؟ اقول لك لا، ألذ راحة في الدنيا هي راحة التعب، ألذ راحة، وألذ راحة في الآخر. الراحة اللي في التعب، الراحة اللي في التعب. يعني ايه الراحة اللي في التعب؟ القديسين تعبوا من اجل ربنا جدا، في نسكيات شديدة، في سهر، في صوم، في انكار للذات، في احتمال، في كل حاجة. وفي هذا التعب كانوا يشعرون براحة. والشهداء كانوا يتحملون آخر تعب وعذابات ومرارة المر، وفي هذا العذاب يجدون راحة، وفي هذه الآلام يجدون راحة، راحة القلب، راحة الروح، راحة الضمير من جوه، الراحة اللي جوه التعب. انت بتدور على ايه؟ مصيرك ايه؟ هل تسعى الى التعب الموجود في الراحة ام تسعى الى الراحة الموجودة في التعب؟ من ضيع نفسه من اجل يجدها، ومن وجد نفسه يضيعها. انت بتجد نفسك في الضياع ولا لما بتضيع نفسك بتجدها؟ اذا اردت ان ترضى الله اتعب من اجله، اتعب من اجله. تركنا كل شيء وتبعناك، تركنا كل شيء، حتى الذات، حتى الاقارب، حتى الاهل. انا امشي وراء الله في طريق المجهول، وعلى فهمي لا اعتمد، واقول يا رب انا معاك، منين ما انت رايح انا وراك، وللصليب انا وراك، وللتعب انا وراك، ولا اريد شيئا من هذا العالم، حتى نفسي هسيبها وامشي وراك. من غير نفس
هاخد نفس جديدة من عندك انت، نفس على صورتك ومثالك. دي النفس بتاعتي التي صعدت على الصليب لكي تأخذ منك راحة التعب وبركة التعب ولكي تجدك هناك. ما دمت تؤمن بيسوع المصلوب إذن لابد أن تصعد على الصليب لكي تكون إلى جواره. ما دمت تؤمن بيسوع المصلوب إذن لابد أن تصعد إلى الصليب لتكون إلى جواره. وإذا ما قدرتش يبقى كيف تموت معه لتحيا معه؟ وكيف تتألم معه لتتمجد معه؟ منتديات بحبك يا يسوع، اذكرونا في صلواتكم.